أهلا وسهلا، اليوم إن شاء الله حاسوي معاكم وصفة خبز مرة بسيطة ومرة سهلة ولذيذة. طبعا أنا ححشيه بالجبنة، بس ممكن تسوي الخبز عادي من غير جبنة. أحلى شيء إنه ما يحتاج فرن، يتسوي على المقلاية، والعجينة مرة بسيطة ومكوناتها يعني أتوقع موجودة في كل بيت وما تحتاج تخمير، هذا أحلى شيء فيها. طبعا وصفتنا اليوم برعاية نادك، تعرف قديش مرة أحب الزبادي حق نادك، والزبادي مكون أساسي في وصفة اليوم. فيلا خلينا نبدأ. طيب في الوعاء حق العجانة حأضيف كل المكونات، قد كده مرة سهلة الوصفة. حط السكر، البيكنج باودر، الملح، وطبعا تقدروا تعجنوها بيدكم يعني ما يحتاج عجانة. يفضل الزبادي يكون في حرارة الغرفة. كده بس يبقى لنا زيت الزيتون، حأضيف 3 ملاعق كبيرة. حأقلب المكونات مع بعض إلين تبدأ تتكون معانا العجينة، وبعد كده حعجنها في العجانة إلين تتماسك ويصير سطحها ناعم، يعني ممكن 5 دقائق لـ7 دقائق في العجانة، لو باليد حتطول معاكم أكتر. حعجنها وأوريكم شكلها. العجينة بعد ما خلصت، شايفين كيف سطحها صار ناعم؟ خلاص كده تعرفوا انها صارت جاهزة. طبعا انا ما سويت كمية كبيرة، اصلا المقدار اقل من 250 جرام، حكتب لكم ان شاء الله المقادير بالاكواب وبالجرام. ودحين ححطها هنا في هذه الزبدية وحغطيها، وحتركها عشان ترتاح على الاقل ربع ساعة، لانه دحين لما تيجوا تفردوا العجينة اول ما تعجنوها حتلاحظوا، يمكن قد صار معاكم هذا الموقف، تفردوا وترجع هي تنكمش مرة تانية. فإحنا إيش نسوي؟ نخليها ترتاح عشان روابط الجلوتين اللي في العجينة ترتاح، وكل ما خليتوها ترتاح فترة أطول كل ما تفردت معاكم بكل سهولة. فأقل شيء ربع ساعة، ممكن حتى تسووها قبل بيوم، تحطوها في التلاجة بس تغطوها كويس بالنايلون نفس العجينة، وتاني يوم تفردوها. وعلى بال ما ترتاح العجينة هأخلط الأجبان مع بعض، الكميات متساوية. طبعا أهم حاجة، عشان أنا كنت بجرب هذه الوصفة بأكثر من نوع جبنة، لقيت إنه أفضل شيء تستخدموا أنواع جبنة ما يكون فيها نسبة رطوبة عالية عشان ما تنشق معاكم العجينة بعد ما تفردوها وتحشوها. ولو كانت جبنة الفتة تشيز اللي بتستخدموها كان فيها موية، حاولوا تصفوها مرة كويس. فشايفين زي هذا القوام كده كويس. قسمت العجينة لـ5 قطع ودحين حأفردها. طبعا العجينة قوامها كويس يعني ما تلصق وما هي ناشفة، بس حفردها شوية عشان أحط من خلطة الجبنة. أخذ شوية من الجبنة وحقفلها. خليني أوريكم كيف تقفلوها. زي كده هأكورها وأرجع أفردها مرة تانية. طبعا دحين تيجوا تفردوها حاولوا ما تضغطوا عليها بالقوة عشان ما نبغى العجينة تنشق. فردتها بهذا الشكل، طبعا حاولوا زي ما قلت لكم ما تنشق معاكم، وأنا طلع معايا هذا الحجم، لا تخلوها مرة نحيفة، يعني هذا السمك كويس. سخنت مقلاية وبس حضيف شوية زيت زيتون أو أي زيت نباتي، أهم شي تكون المقلاية حارة. هخليها لين تتحمر وبعدين حقلبها على الناحية التانية. وهنا دوبت شوية زبدة وهي حارة، حضيف عليها شوية توم. عشان حندهن فيه الخبز
انا ما ابغى التوم ينطبخ، بس يعني عشان تخف نكهته شويه. بعد ما تحمرت قلبتها على الناحيه الثانيه. بعد ما قلبتها بس هغطيها شويه عشان نتاكد انها استوت بالذات الاطراف. وخلاص تحمرت من الناحية الثانية، دحين حنقلها عندي هنا على شبكة تبريد وأكمل بنفس الطريقة مع باقي الكمية. بعد كده ندهن بالزبدة والتون، طبعا اختياري زي ما قلت لكم، شوية كزبرة على الوجه، بقدونس سوري مو كزبرة، بس عادي أتوقع حتى كزبرة يطلع طعمه لذيذ. مرة الريحة تشهي. الحمد لله اني لحقت اصورها قبل ما تبرد عشان ابغى اوريكم كيف الجبنة من جوا، والطعم مو عادي، رائع رائع. اضافة التوم والبقدونس على الوجه مرة مرة اعطتها نكهة لذيذة. انا شكلي هخلص هذه الحالي، بليز جربوها وقولوا لي ايش رايكم، مره مره رهيبه.